فندي والدام تنيف الشت من أن السد تنياف نارها وصل قدانا ضد كبر دم نخلي ديلا لقط قط من دف تنياف هذي ورخ بوغس لو حد تري إن هلدها وخم محكوية محكي لهم حتى محاضرات اللي بشكل عام النيل معنا لن تنياثا مثل يخ لو حق مايا دي بخمش تنياثا خلص لنا من ادو دي مشارف بثنا وحد تري دي العلاقة مد خلنا يعني برناشا مد برناشا قولوا حق مايا ويقالها مد برناشا بقو من ادو مشارف محكوي بعلاقة برناشا مد برناشا ما كملي طالا انسا تنياثا او ما كم قادم طالا آلها بقو تنياثا ديح خصوصا ان على اف على قريث من برناشا برناشا اذا ان شاء الله بقو تنياثا قميثا بقو لوحا بدتري دي لقطلت من دث تنياثا هذه مشارة بياشا تنياثا خاصة من قماية بش كريت يعني لقطلت لزانت لقنوت كريتا أنا مقم بقولوا حق ما يريخ ونصديين أكيد بقوا هم يعني يتأثر وتشي أبخاز خاص يرفوثا لكن لا أخذ يقد عن قماية لو حد تري بش كريلة تنياثة ديه تنياثة ديشت لقط لطر كم عبر هلد علاقة عدلتا من برناشة خنة يعني ديخ بعيشت من برناشة خنة ديخ بخاهد من ناشا خنا بمعنى انه ايت برماشة وانت لق قطلط اذا مي الموقف بالحقيقة او مي لا يبا نمرخ ان ترجم اخلا اختني اثبقو تنياس بدد يوبا ما يبا نمرخ مي لا اساس دياحة اساس دياحة كبيرة اثن ما حكيثا ديو انه علاقة مد شخص خنا كمالي لا حبا لأن إديو ثقافة دي حضارة دي كبيرة كما حكي اللي تحبها إنها وقوة وسائل الإعلام إنها وحتى ما حكيتها دي لازم بقى أخذنا لازم وسائل الإعلام كل بقوة كل من دي لكم قدمين من خلال أفلام من خلال يعني شو كبيرة يعني برامج دي كلها عن موضوع تحبها السؤال دي بقرط الإديو تأثت ناثا وتألها إنه كمال التعلاقة نتخانع شخنا حبه بس نويت من دي خنا موقف البرناشة من خبر ما شخنا بالتأكيد موقف الدعمي يعني دعم خنا تلعايش بمعنى كبدا من بقوة تناثا محكوية مقدمة وخد نغاية يا برناشة عهد قول آيت لك قبلت إن بطلوخ آيت لو تبقوا أفعهد يف بينات خعم خشعب يبت آي جزء مني حبينات على المقصود آخر قطلة بينات ما المقصود قطلة بينات شخص وشخص يعني برصوبة من برصوبة المقصود القطلة بينات ثناشة برقل ناشة خلنا يعني ليه علاقة لين مقصود آخر بقوة ثلاثة قطلة قطالة بقوة شر يعني الإعدام بسبب إثم قانون بغدا ولا إيبا قانون الإعدام لين المقصود هذا لين المحكوية بقوة ثلاثة اللي ده نوع من قطلة والمحكوية اللي قطلة بعد شخص وشخص إذا مقصود بقوة ثلاثة الإشد كل قطالة غير شرعي لا ناموسها كل قطالة دينة لا اجتماعي يعني كاور بقو حياة اجتماعية شقلت خمندي من حياة اجتماعية لسبب يبن دمرخ النقطالة آخا خمندي ضد العهد ضد القول ضد العهد أو ضد جماعة العهد دي لا عمد آلها طالب ناشخن ضد جوهر جماعة إسرائيل جماعة آلهة قال إن يهوى آلهة لقاط برناشة هذا
تدير صورة الثياب وثيابها. إذا آي تلقب لبناش. بقو عم دي نعم الإسرائيل اللي يخخني عم خاخ دي يحن. إثوى خا احترام خا إيقارة خايا كبيرة عموقة مش كبيرة من كل أن شعور وعم دوا فوران دي يحن. يعني الاحترام تخايا بقو إسرائيل وهو كبيرة عموقة بينما شعوب دوا خضرانة هاي لوي وكلش مهمة بسهولة جدا في عملية القطاع هاي بلين أثر احترام رابع في قارة رابع تخايا بقو شعب إسرائيل بسبب هيمانو فبقو ألا ألا هكداع خايا هاي لأن كل برناشك مخالط وصوته. إذا من الأساس ليث نقطارة لأن إثن دعم تخايا كدي خمارة أنه آية يا برناشا صوت دا لها وتوعي الأساس الإيمان دي بمعنى أث صوتا قلك الدعمتا تدعيشا إن قتلتا وبطار لها. إذا هو ذك يو التعدي اللي تخايت خبرناشا معنى ما بيلا التعدي اللي دا لها ما دخ إثوى أث احترام كبير رابع كان خاير جو شعب إسرائيل جو عمل إسرائيل. لكن بقرث ميل بالحقيقة معنى خاير جو كثير قديش أقولك ما حكي اللي تخاير ما قصر به. طبعا نفس سؤال كبيرة يعني فلسفات ولا محكي كبيرة كثيرا ولا محكي كبيرة نواحي يعني نقدر زي القوى اجتماعية مين يا خاي بالضبط؟ المقصود بقو خاي آخر بقو خاو قديشة خمندي عملي ملموسة خمندي يعني يبقيح أخقابح يعني برناشة بخاي ليه موجب خمندي مجرد الفلسفة كمن الحياة هي فد شيء مجرد هاي جيب الكتاب قديشة برناشة موجودة يعني ابن قيحة قامح ملموسة لكم الأخلاق ليلغة ظاهرة ليلغة شيء ليلغة فكرة ليلغة فكرة مثالية موجودة في عالم آخر في وقت معين لكم الفلسفة اليونانية الفكرة لكم للنفس شكلها خنوع من تجسيد يعني كما قامح شكلها بغضة دخل بصورة كبيشة غزيفة وقتها قديشة فكرة فقديشة الحياة خمدي عملي جدا أثبر ناشر البعياشة هذا شخص بخاي دي موجودة لسبب الخاي وقتها قديشة ليلة فقط احترام الشيء الفيزيائي يعني فيزيائي مثلا هاي قيحة قيحة فيزيائي يعني ملموس خاي وقتها قديشة خوجود كامل يب الشيء الملموس ويب روح ده لحد هنا موجودة قامح هذه خلني كلش مهمة يتنفرق بوكثا وقديشة بين مفهوم الحياة وفرق بقو كل شعوب خلنا اللي معنى تخاية أخي بالنسبة لنا الخاية ليلة بس تقطلخ خلني متجسد ليلة جسد أخي الخاية بالنسبة لنا خلني أشمل كبيرة شاملة من دي عملي لملموس إيبن قيحة قابحة إيبن خاهغلة إيبن خازغلة لكن نفس الوقت شامل خمندي كل شعب قائلين وأنا لها موجود بقوله من دي عملي أكيد للموضوع دي من عمقة مش كبيرة بقوهادي بس مجرد تنيغ مين معنى تخاير إلى أختلف المحكوية إنه لقطت خاير لسبب كديلة معنى تخايل خمدي كبيرة شامل ملموس كبيرة شامل كل شكل بوكثار قديشة من استغلال اجتماعي كل ظلم ديتم بو قانونا أنبياء كمريلة دمة دماء قال خلاص طلوخو تخاطر ديد خميلة مقصارة بقامح لأن أخني من أنخاي خمدي شامل كبيرة ملموسة ما هذا أنبياء كمري دمة تكون ظلم اجتماعي ميخا مثلا نوية نبي ميخا
لو فصل نطلع سنة كارثة عربي هي من اسمعوا يا رؤساء يعقوب يا قضاة بيت إسرائيل عليكم أن تعرفوا الحق تبغضون الخير وتحبون الشر تنزعون الجلد عن شعبي تجردون اللحم عن عظامه تسلخونه وتأكلون لحمه وتهشمون عظامه تهشيما. تمام، لا بالحقيقة لا يعني قضاة إسرائيل بي مش قادة ضد الجمالة يعني شكل قرمدية طوخينة وقلدة كما قلتين لا هذا والمحكول الظلم اجتماعي يعني آني أغنياء آني قضاة إسرائيل دي لبيا ظلم ضد الناس خلنا ولم شبهي ديخا ديخا تخشى خصوة مش لقى قلده وبدياخها قلمة دي خايب بالضبط لثمني دمينة لأن الحياة خايب قوشة على إسرائيل ليلة شامل ليلة فقط الجسدية لكن شامل كل من دي بقو وجود البرناشة هم ظلم اجتماعي كأول بضمن احترام الخايب هم ظلم قانوني كأول بضمن احترام الخايب إذا إيمان آية الظلم تخش شخص اجتماعي لو تستعباد دياحة إيمان تخش شخص قانونيا لو ذلت ظلم طالحة كأنه آية والبشراخة قلت بمعنى كأنه مقطع خالي لسبب بقو كثابة قديشة كل فعل ضد البرناشة خلنا كل شولة إذلال شخص خنا شاوق لبضاعة ما بالخصبة فضيق البضاعة كل نشاط كل اكتيفيتي لكي يذلق ما بالخصبة برناشة ما بالخص برناشة خنا فضيق الوسيلة بقاوح تمصلحة شخصية يبدا انبياء او ويك رياضي طالب هذه مجروي الدمين رو مثلا ميخا رو زكريا العفو حزقيا كبيرك محك إشاعية كبيرك محك كل ظلم كل مبلوغة خلنا غدي بتغضى بضاعة إنه زونهم زبنه قابح كل مبلوغة شخص خلنا تخاطر فائدة ومصلحة شخصية دي ديش إنه شخص خلنا جيب الأنبياء نادي الطابة قلت محكمة إنه هي إن أخته مجروية دم عم دي بقول شقياثة أني لو دي أفعل أنا يعني لا مجرى ودمة بالحقيقة لكن والمقصاد انه المظلمين ليه تجاله حقوقيه بس معنا اذا اساس بقوه الثلاثه لقط لط هذه لا خلصت خاي خنا يعني لقط لط خاي خنا لكن بقرخ اخر اي بشكل امر فمقدمه الثلاثه ليله سلبيه لقطلط يعني بشكل خلنا كافي لانه وقت يتقطلط تخاطر تفهم جواب الاسوال يعني كافي لاخني لقطلط ناش خلنا تخاطر تاوخ اخذك مني الكبيل الها بشكل نص دك شارح الثلاثة بقو كثاو قديشة دينا نص بقو متى قالين متى إيش عبقو أثكم نثلا خطبة على الجبل إيش عبقو قالين متى كيم لغا خطبة رغتا ثلاثة فصول من فصل خمسة وشتا وشوها لغا خطبة كم شارين بقو تطويبات طوة لا بقو أث خطبة رغتا إيثن كم رغلة بقو كثاو قديشة علم كثاو قديشة النقائض كم ليلة النقائض يعني من دي ضد من دي محكل القطلة للزنايوثة وغيري أث نص شارح بالضبط جواب سؤاليا يعني كافي لتقطلخ أخني أو لقطلخ تخاطر هاوخ طياعة أو طبقان لف تناثة لكم لا قطلخ قارث لهذا النص كيمرة طبعا قارث بعربية مش طبعا شميل أخن بش لمير أنه قيل للأولين لا تقتل فإن من يقتل يستوجب حكم القضاء ما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه استوجب حكم القضاء من قال لأخيه يا أحمق استوجب حكم المجلس من قال لأخيه يا جاهل استوجب نار جهنم
إذا كنت تقرب قربانك إلى المذبح وذكرت هناك لأخيك عليك شيئا، دع قربانك عند المذبح، اذهب أولا صالح أخاك ثم عد فقرب قربانك. الثلاثة موجودة بمتى فصل خمسة شرحها لهم بالضبط ما كبخ من الثلاثة. بودخ تفسير لي أحيب وقد خلوت وقت النص ثلاثة بثلاثة. أول ثلاثة كيمر سمعتم شمالهم بالمخاطب إلى سمعت يعني ماني ده أنا من شمالكم أخطو طول الهدف تاني ثانية بنخلى بالمخاطب يعني أهديل برقل برقولي أو الهدف التاني إيمان تام بقرايح أنا جونغاليون سمعتم بمعنى أنا الهدف الهدف إذا أنا يقول أو أخني يقول مين الهدف كيف بدي اعمل دروب انا انتبهوا شمالهم كلها دي اللي مش معهم ليه؟ ميخ شمال اذا الايمان انا دات قام من شمالهم كنت خاب اعمل ايه؟ اول انطباع اول حركه بتوعي انه ميخ شمال اذا ننتبه اذا اول ثلاثه بجوا نص شمالهم ايمن شمالهم ايمن الى زمن فعل سمعته تاكيد الماضي إذا شمال أخن في مع أضع تمها كبدا مر شمال أخن كبدا محاول انتباه ذا الدين بشماع يحم اللي دماغي شمال أخن لم يروت بشماع ده شمال أخن ماضي ذا الدين بشماع يعني خايد يوخن قمدخ شمال أخن جو خايد يوخن قمدخ تمها مشارب جو أتفعل مخاطب الماضي قابح كبد مشار من ماضي دنديلة بشماء من خايديين قمدق كبد مشار من وريدة ديي من جذور ديي ديلة هندها موجودة بقوي السبب كيمر شميل أخن في الماضي بمعنى أخذوا ليتو بعياشة دها وتشمير قمدق بس موجودة الأثنين هندها تمام مشار ايشو من الماضي تمام مشار منه من زمان عتيقة تدمحا انديل بشماع تدمحا ولي من اساس دياي لا دم شخل بلي ده لكن مشخل بلي من وريد دياي من اساس دياي كبدا وخا تغيير جذري بقوي هاي لقيت تنافة قناتها شميلوخ قينا شميلوخ مبش لميلة لكن من لك من مني لفاعل من مير طبق لك من بطمس مني من أول مير شمير أخذ بشمير سمعتم أنه قيل عندها أثخ إعراب لث جملة من الفاعل من مير لث ألا موشة نوير من مير الحقيقة لا آلهة فاعل لدف جملة ولا موشة منيلة يبنيشة مفسرين ناموس يعني عند كتبة والفريسين عنده ذا تفسير ناموسة والشريعة من التقليد ديين إذا شميلة أخن مش لبيرة طلوخن من داني دمفسيرة تنهلالة من داني ذو ذا تفسير ناموسة وتقاليد ديها انه كش لميرا سمعتم انه قيل للاولين اولين من هي الاولين يعني ساو ديو اخدوتو ديتو بشماء ان ديتو بشماء لها ساو ديو هنا كش لميرا طلعي اذا ما قاصد بقو اولين ساو قاصد خايد ان ديلا بشماء مقمدخ يعني من أنا توخى لا في شعدا بلي شميلوخ بشميلة طالوخ أبشل عفو ميلة تان قمايا ليوخ بمعنى خايدين إذا الأولين ليلة أشخاص معينين مقصادة قوي والمقصادة خاية الماضية تأديها بشماء ده إيه ما خاية أن لقب لي تندياس برناشة المستوى البرناشوثة لكن قرشيل تلتيخ
بمعنى ان جذور ان وريده دقرشي لبرناشة ترديخ بنا طلف تنايا خاشميرة هم كشميرة تقماية يفهم مهم لن أثنج ما هم كشميرة تقماية لقب أساس ده هي مانوثة دي الأخني والبنية اللي ده علاقة متقريبة كل هي مانوثة دي والبنيفة اللي ده علاقة متقريبة يعني كل مديث بقول ديننا دينا موجه الى تشخص خلنا تقريبا السبب لقط لطه معنى دياحة ودعم تخايد قريوديمه يعني ما قوي خايد قريوديمه او سنيقه منه كبيرة تتكامل هذا خم كامل اذا لقط لطه هذه الهدف دياحة بدأ من المعرض وذاي دخ فهمي ولا أهتنافع لقط فهمي ولا بشكل سلبي يعني مجرد لقط لنخرج شخص لخلص خايع لكن لما حكي وجوه دي اللي تغضب اللي تحقد اللي تكراهية سنيوثة ما كيو ذي يشعر بقوات نص زي لو إذا نأكل تفسير الأولين من معنى دياحة إنه كشميرة طلاقه لقط بس يعني لنا خلت خلاشة لقط لط لنا هد خايديح أو ما كيمر هي مزين كافي لقط لط خلاشة أنا لا كل ناش قطلي ناش أكثرية ناش لقط لي ناش كافي لعادي هي الغرب هي سنين هي الحقد هيك الموقع ديح ما كيو ذي يشعر جو أثنص كما ديرن اللي ده يجبونا إرادة آلهة أصلية كدمير لقطلت ما كبيو آلهة بوقت تنيثة كريثة لقطلت كبيو فعلا دامروا أن لنا هد خايد شخص إيش عبقو أثنص ديحة شارح ما كبو بالضبط آلهة بقو أثنى تنيثة كبي دامر بقو لقطلت معنى ديحة تخملته بقو ناشا خنا لازم ده هو سبيفة هذا الأمر الطالح غبي أو جاهل لبيش عصبي بالله المحظورات عندك مثلا محظورات يعني لقط لو تتالخ لو تتالخ المحظور الشيء المحظور يعني دي بقوانين شرطية كمثلا مثلا إن لقط لطه أو طاو إلا زانت داو ترد بقوع على قديم أني كبرخ لي المحظورات أو القوانين الشرطية محظورات يعني لو ده تالخ لو ده تالخ لو ده تالخ الشرطية يعني إلا طلخ بزالخ الملكوت إلا سليل وخاء بزالخ بوث تالخ هاي سهل جدا سهل كبير إلا بقوع خاي العكس مثلا صالي خمشقة بزالخ الملكوت يمنخ القانون شرطي لكن إيش علك هذا قبل أن محظورات لو ذي تالخ لو ذي تالخ ولك هذا قبل أن قوانين شرطية إيش مهم كلش قبل موقف دقواي البرناشة أو البرناشة يعني كم طالب إيش من برناشة ما هالموقف دي دقواي ما بكيمر وش كمينة وش كمينة ليه لأنه لا ودت فلان مني خمدي كل شعبة وش كمينة ليه خوق دمن أنا وان كمينة قاعد ليه خشولة دمن أنا وان كمينة قاعد وش مرحمان كون رحيم كون كامل كونوا كاملين إيمان ديخ بقوليرا مني كل خير لسبب أما طالب دك طالب إيشو يعني دك تخيصي موقف دقواي برناشة لدي وقت محدد ليه برناشة تخالص مني ليه بدأ من أنه أنا طيلي عمري إشتيش إن ده كميلة استحيلة بينما لقط لطيبي أنا لقط ما يطيب لم دقل التزالف ملكوثة أوك لكن دقل التزالي ملكوثة
ظهر لك ماجد بوادي لا مشكلة. جو محظورات والقوانين الشرطية سهل خايلة، سهل جدا لعايش حسنية. لكن ايش علمت العلاقة بعاني؟ شميلهم بشميل لقطة. أنا كمن انطلقهم إن ميلو تأخونهم غبي يعني جاهل يعني لا تعاقل استوجب المجلس. مجلس ميلة يعني أنا لحكمي وإنه شخص طلقة باش تطينا. إذا الميل قصد الإيشوع قصد الإيشوع لا بس لا قتلت برناشا إلا هم لبيشت عصبي لخونه لم تخملت بشتة وخبث اللي تقاريموه امترج مخلع تنيت الإيشوع يعني تخملت وخبقو قريب وخبرناشا لازم تو دائما إيجابي مو سلبي عادة أخمي تخملتك كل سلبية تجاه أننا لا نزال خابوا على ليتها قاعد بوعد ليتها بزونا غيرك يعني بعد لا نزال خابوا على قيد خال ناشا يدخل أنا مادة تامك خريشة سلبية ما رأم كي مرم ليلة بس لقطلت مهم إلا هم تخملتو خبقو شخص خنا لازم تويرا سبيفا لا خبيفا هاي إيش علاقة بالبشخ عصبين من الأخوات هاي لك بتاوخ يعني دولة غرم تجاه الأخوات عموما العالم المعاصر خاصة أخلي يا للمرمحة شرقيين إيه انطباع جيبا إنه الغضب والعصبية عادة موقف أو دليل قوة أو سيطرة زو خاكت بعض التلفزيون كممثل كان بعيش عصبي وكما فعل كما تخوش ممثلين خادك مشارب نقاش جملة تدك من فعل وحال بعيش عصبي خشو خلوا يعدوا لنا عادة خايف انطباع جيب نخني على الشرق انه ودك بعيش عصبي ودك بال غضب او مش كقوي مش كمسيطر ما هذا حتى النقاش دي أنا. جملة تبتدي دي كوهم بيش عصبين قال لي خشو خنو مش مؤثر خبقو خن مش بتاخد موقع قوة بيش عصبين أما شن بقى ثواي مسلسل سوري الحارة أولاد الحارة مش عمري أولاد الحارة والخزية بقى تبتدي أنا قيل بالناش وانا والخزية يخاك مهرك يحبوس يساع باني مسلسل عصبين وعشوار بديح و نموذج من شخصية ديالي فشو خلو ما تتعو خلو منفعلين وعصبين أخني كم صيد رحو خلو كم أخرخ اللي تغن أو كاو مش ناجحين برو خلو لكن حقيقة أن إيش أكي من اللبش العصب هاي الغضب والعصبية جيبت مارا أضعف موقف جبر ناشي ويش على قلت أبو ضعفاء وموقع ذكاك كان برناش قاوح مش ربية مش ضعيف قول خايح قلت كاو عصبي وملي غضب ما هذا خمارا لك قلت أبو ضعفاء أضعف برناشا أول كاو برناشا ملي من غضب هاي لأن بوقت لك متخمل لا بكل عاقل ليه ولا كل حرية دي عواطف ديها أني كمالخشي تخملته وكمالخشي عاقل ديها وشوله لسبب برناشة بوقت لك أو حر كهو عبد عبد عواطف ديها غضب ديها مشاعر ديها وعادة الغضب المشاعر والعواطف لك وكميلة فكريا وحرية لا كنت كمرخ خاك كنت كبخاء كبيرة لا كمرخ بسولة كمرخ ولما نخوش حب دير لن تخمل بعقلك
خان كاو خسر جنق كاو ذكر مثلا كري ثلاث واحد حكم لا خير دي مين تبني بيها أو العكس ضبلاتة كبيرة حديثة شغلة خان لا حلو يكم مين بيها ما كم رسول قال إن حب عاطف دي حين ما نفرش يعني خشوا خنو تخملتا لكو يا كبيرة موجودة بوقت القرارات دك بيش يشقيل بوقت الغضب والعصبية عادة كاوي قرارات غير ناجحة عادة لسبب يشع لك بتاوخ عصبيين وملي من غضب هذه أول سبب لك بمرم تتاوخ بقاوح عصبيين وملي من غضب سبب خلنا لك بلن يشع دمالخ من حنفة إنه الغضب كباث اخترق مخطيفة بلخ ببرمج الغضب مفتاح يعني سويج إلى الخطيفة المسيطرة للبرماج كل عدام أخني مالخ من حمثة إلى القريونة مع أنه أخ بنشاية برماشو فديانة وأخ محاولة للضحالة لا إنسانية قاي لأن أكد نقص حرية وفكر وحبة تاما كاويث قصة برماشو بقول غضب كاو قصة كاو فكر وقصة كاو حرية لك من أنا حر عواطف دي غضب دي كاو ما نخوش هذا خي شعكي مرطالا بمختصر بقول غضب دي كمشارط عملية اقطاع بقول تخملته بشتة اللي تقريوخ كمشارط بقطاعه بقول تنيثة ديوخ جارحة تقريوخ كمشارط بقطالح وقطالت قريوة أكبر جريمة البوخاي هذا كيمن يشعر لا بس لقطلت لناهد خاي إلا كمشارط بقطالة يمن دك مشارط متخلول البشتة ضد قريوة يمن دمر التنيثة دهنت يمن دمالت من حمصة ضدي إيه هاك إن شاء الله مقطعني لسبب هي من دمرخ النقطة على تري أشكالين موجب تنيث الإيشع نص الإيشع وموجب دي مش راحة تنيثة تنيث الإشتة مني قمايا معنى قمايا نقطة على يعني خلاصة خاي طبيعية يعني خلاص بكي دخلة كله يعني نخاط قطط نهدي خاي وهذه محرمة طبعا هاي لأن خايد برناش أخذنا ليون أنا مسؤول اللي لأن أنا ويلي طالح تتناهن أنا هاي ويلي طالح ليلي ملك دي ليلي خمندي كخيصيني هدي أخش أقلن خمندي ليلتي ليل ملك دي ومندي بش علوي جيب البرناش خايدي رحيلي دي أخش أقلن لكن شو سبب ودني كمحل نقطة بخن أبدا ما دخليته ضد حتى عقوبة الإعدام هذه أول معنى نقطة دي موجود بقوة ثلاثة لقطلت معنى دتري أيد محكي للي حيشو يعني قوت بايش عصبي لدخونه ودامرت أخونه يا سخلة يا جاهل هذه هم قطاعه هاي كلك مالا من غضب كل قريبي أنا وان بقطاعه وان بقطاعه جياني دبل مزدوج عملية قطاعه لك كلك مالا حنثة كلك سامن شخص كل عملية قطاعه تخلنا نيبة ترين الديانة ترين شلانك وذن قوين قتل قريوي وقتل نياني نفس الوقت. إما مثلا أنا لبش معصبي لأخوني يعني الغضب للعصبية يعني فرق بين العصبية وبين الغضب بس بسورة ثلاثة المصطلح فارق بين مرة عربي. العصبية شكلي إنه انفعالي بس الغضب إنه دمان من شعور ضدي لا طبعا. كل عداء
عندنا انا دماغي من ذا الشعور، كل عندنا تسالمنا انا وان بقطع له خمني طاوه بقوقياني، وان بقطع له قريوي هم داخل دقياني ايمن دك سالم. وزادخ اذا كنت انا كسان الخشى خصم، وان بقطع له جزء من برماشو فديه طاوه ومش قارح، وبنفس الوقت وجود دفقري وديه دي البقاوي هم وان مش قارح، وان بقطعله ترين اللي وان بقطعله حقاواي دي وان بقطعله جزء من برناشو كدي. اذا بفحالة قاطولة قاطل جيانح قمايا وهذا القاطل خلا قاطل جيانح مكود ايه لحظة لكم شار متخمون بشتا ضد الديب ديح، مكودكم شار بسنايح، مكودكم شار لا احترام ديح ولا يوالح قيمة ديح كبرناشا مشار المقطعي. يبا الدمخ إذا قطلة من معنى ديح حسب التنافة عدم وجود الحب. أنا أخلق الخايب سبب كبيري خايب برناشا خاي ولا مجسد جيبا وبرناشا يمن أخني تقتل برناشا بالشكل اللي محكي لنا إحدى يعني سنيوثا لا احترام وغيره أخني وخ بقطع خبرجة خجزء كلش مرطيمة ثمين من حب الآلهة برناشا أي من دي طلاف وقطع من دي قماية قتل الجياني خجزء من جياني من برناشا من دي تريع قتلنا جوايدي من الاطلافة آلهة كبير برناشة لا سبب كم خالق كبير خايد برناشة كود القتل برناشة خلنا بسنايح أنا والمقطع له حب الآلهة تغو برناشة يعني والمقطع له آلهة بكو برناشة يف من دي بش فضيع من دي ليه قتلخ حب الآلهة تبرناشة يمد بشقلخ لو برناشة من الوجود يعني يمن لا شقخ الموجود جيبا جو تعامل ديا جو خاي ديا وخش قارح من وجود يعني وخ بالغايح من الوجود بمعنى وخ بالغايح فعلها لكبيلها هذه معنى مقطار يا أحمق ويا جاهل أدي لما يشعر الليل أنت تتنافى يعني ما قرأك النخلة بيومك يا سخلة يا شذانة ما قرأك النخلة بيومك مستوج بفعلا أث عقاب رابع لك يميره إيشو يعني يمارد يا أحمق ويا جاهل مساوي للعقاب كان مقطالع يمن ذكرك ما قصد إيشو يمن ذكر رخ تخناش يا أحمق يعني يا جاهل معنى دي ليخ معطوها بقاوح كأنه برناشة الأحمق والجاهل معنى دي لا وجود الحرية الأحمق يعني لا حرية الجاهل معنى لا عقل لا وجود حرية وعقل ليخ برناشة لأن الله خلق البرناشة خلق له وعقل حرية يعني لا تريميزات ذي البرناشة مختلف لكل كائنات خلنا إذا إيمان لها ويف عقل وحرية معنى لا معطرف قاوح كبرناشة خاك بارد من باقرة إنه بدنا نخلق التعامل من معروقين عقليا أكيد إلى المحكوم في حساح والمحكوم إيمان آيد دو ضد شخص لا تعاقل ولا تحرية ليخ محكوم إلى جانب إذا إيمان ديثنا تبرناشا عقل وحرية وكنكرت طالحة بقيانوخا هاي طول مقطالح قوانينو هذا حكم دث من دي نفس حكم مقطالح للشرط تلفظخ أنت نياثا تدهاوي لنا أثحكم كبير جهاثا كودخ تطبيق دث تنياثا بدون ما تلفظخ يعني ليش عندما التخاعي جاهلي تو احمقي وانت خاطر بس يمن دمرنا انا بداوي لي افعقاب لا
جميل جاه التعاملات دي كو دخل خشا خصخنا جوادي كانوا أحمق وجاهل هما جاود بقطار جوادي إذا دلخ تلخيص أن آيات دي لكمامي عمارة جوف من دين ليه بس قطارة محظور ليه بس إنه لقط محظور لكن كنتكم شرية تخملت الفكرة الناشئة كنتكم شرية تنافذ إلى مليف حقد آية القطاع هذا في من داخل بودوية لم خالك من الانتيا الحقيقة كبيرة قلت إذن ملخص أخوة تنافذ إيه شعب قوالي ليلة بس قطارة محظور لكن من تخملت لكم شرية النبى من كل يتناثني لمليه فحقد هما ولد بعد باثخ الأمن آيات خنة إن هاو تم مقروء قروانة دي وخل المذبحة وطفير وخل الدخون وخل الدخة الدخن دي اللخة وكل الخلاصة مين معنى دي أخني من الأساس اللي هيبانون في أنه البنية للعلاقة من البرناشة خنة شخص قريبة وديخ لازم محترم خايد خنا وبارخنا لكن أفقر إيوه لأي ما درجة مهم من غير يعني هل ده عيش ومحكوه إنه ديخ لازم بارد قريوة ديخ لقط القريوة بس شكل لكم شرح لكن لأي ما درجة مهم قريوة غير إن هاوت المقروب قربانه قربانه قربانة اللي ما ذبحها يعني إنها اتصال من آلها بين لحظة دي اتصال من آلها يعني إنها تبقى أعلى مستوى من علاقة دي من آلها شقلة أو مستوى مصالح خلق يعني شوق آلها تخاطر قريب هاي معنى آلها كيمر طالما أخون قريوخ بش مهم مني بوخا قربان عدولة دي يمر إنه تاود عدولة مصالحة مت قريوة دي يوخ إيه من المصالحة مت قريوة دي يوخ خازن دي تام هيلي المبرر خدمت لك إثنيتا أما يخلي المهم تأخطاء من ناش لك إثنيتا لا يغير من دينا ما حكر الله خير العلاقة مدالها إذا ليه لا ممكنة بدون علاقة متقريبة العكس إيه من ده ثخليتا ولك تن علاقة طوطة متقريبة لك بقى توي علاقة دين مدالها عدل تبيع الدار بدون المصالحة مع الخصم ليه القربان بدون من هالخطاء متقريبة ليه القربان نلبش لخصم دي خصم يعني خناشة لقب خناشة سالنا نلبش لقريوة دي إيه ليه فنا لها قريوة نبطال إذن إيه من مقره قربان يعني الصين وخم صالخ يا وخ نذور يا وخ صدقة معين خنة وأخني لك محك خنة قريبة دي أنا هذه ليه القربانة تقالها دي شعشيحة ولا إلا تخاء لها من صنع دي إبن أنا داث مصاب ومصيب وياهم كل يوم نظرة تفقير ونخل بارث التفقير لكن أخلك نعود لك بعد وهاو إن لا طاومت قريبي قريب يعني أشخاص خنة أنا لن مقروح الله تعالى وأن مقروح تخاء لها أنا مخطئ على هدينا للتجسد وللتجسد وعلم دينا تخاطر برناشة ديح كل حب كل رحمة لتبرناشة ديح كل ما لك في وذ مغرب وبرناشة ديح طالع كل مني لك ضايق برناشة دالها دينا طالع
فريد دي نخني برومودو كبرخ انه لقط لقطينا اي لا من قصدك قطع بس وحفيظ عن التناول لقطينا لكن بالحقيقة من خازف شرح دي يشعر بس ما دي شرح من كل الان من ديانا اي من دمرخ لقطينا بدون جواب بالتأكيد اخني لقطينا بمسدس غير مسكينة لا اكيد لا اخش من خارق قطينا بمسدس وسمينة لكن ما مهلا طالد طفلة بو بطن ديم كاس ديمة رجاف افطار ميلا سنيوثة وحقت جو البواث اتجاه قريبة دي ميلا عود لك محك من أخواني حوخاتي حمد خناشة التلسل وخمشاسل وسل وطلاطيش منه وهلك ما عرفوا لك يزل لفعزالية ميلا ليلة قطع لأي حسن لا قطلت أني خاكم من ديان سلمية يعني لقب لو التاريخ لو التاريخ لكن ميلة عن من ديان الإيجابية يعني جو أي أفتنفة كبيرة كما حكي اللي ضلقت لط لو التاريخ مندي لو التاريخ مندي لكن من ديان إيجابية إذا نخمن ديك من خلال ما التنخي مني ما شعلي بالموضوع ما التنمنح يعني كبير قاعد بمرخة أخي لك سنخ بس ما التنمنح ما إثاخ أن أثنف أن لا قتلت ما يميل أث موقف بمرخة أنا لك سنخ بس ما التنمنح ممكن دوله مقارنة أث موقف دي ما التنمنح من خلاص بكثار قديشة أني بسفر التكوين فصل أربعة خصبت قايين وهابين ما كيمر أحارس لأخي أنا كيمر ألها بطل ما تقاتل أخوني كيف كيمر كيف أخوني ما كم جاوب أول مني ألها أحارس لأخي أنا يعني أنا قيقول أن حارس أخوني هذه تنيث أو قاطولة أخوني حينا إذن إيبا دمر أخي البرودة اللامبالاة النفور يعني هيك هيك فرق سورف موقف دي متغطرس يعني موقف لا طاوة متكبر السكوت وغيري وغيري كل اختياثة ضد الارتنيث الاشي إذا إيه من مختص لخلاء تنيث وأملخ إنه تنيث ليش لقط لط معنى ديح بالإيجابي مخي السلبي لاي لقط لط إنه مترج مخلى الإيجابي معنى ديح نحي يعني مخي أو شخص خن كيب الخامن حاخامات الهداية خامن كتابات ديح أعتقد طارت شوية لين متأكد كيمر إنها وتسبب صراب يعني بايشة باخد أخونه شاوثة يان سمقتا هايت بزلو دمي إذا كنت سبب صراب أو احمرار وجه قريبوخ هايت بزلو دمي كم عضل بالضبط اللي تمعنا له من القسم الاتريد يخلي بند عيش اخذ تريثا قعايدة مثل ما نختم لن اسم قرايا قعايدة ليخي بند فهمخ للا قطلة قعايدة بردكيلخ المحيط العائلي اول مش مناسب عياشة اجبونة دالها ارادة دالها تجاه شخص خنة يبن دولخ ممارسة يجبون دارها تجاه ناشا خلنا بقو عائلة إيبن امتنج مخلا لقطالة بقو علاقة عائلة بقو ذاتنا يتخرت الثقة لازم تاوي ثقة بقو شخص خلنا الشريك برونا وبراتا الثقة لين معنى ديح
متأكد منه خيون لمعنى ديح انه انا بدع منه جو خايديك يعني بيانه حرية هاوت آيت شخص يعني دعيشت كاملوثة خايديوخ خازت خايديوخ بامتلاء دياي بيانه لو حبة خالط له من بيرش ودمرقش له انه آيت بتخ مسؤولية جو خاية هم تجاه دي هاي دي لقطت وعاي. إذا الثقة هي مسؤولية الدعم شخص خلنا إيجابيا وهذه مطلب كل مني مطلب احترام خصوصية خلنا يعني شخصية لي مطلب احترام طريقة محكيتح طريقة تخملت لي مختلفة مني أنا شريك لي جوع خاية زوجية يعني دقوعة أف شريك دي أو بلوني أو براتي حب دالها طالبة من خلال دي يحكي ذن أنه ألها كبيرة الأسبب كل أدانة سامنة أو لم تخمل نبشت تجاه دي يحا وانبقطع حب دالها طالي بكيس من خلال هذه المعنى رازة جو جوع السبب كم نخسر مقدس رازة قديشة ختم ثنافة جملة من خاكات الروسي معروف جدا دوستويفسكي كيمرا إذا كان كل هذا العالم الجميل يكون ثمنه دفع نقطة دم واحدة من طفل بليد فأنا لا أريد هكذا عالم إيه من دوستويفسكي إن كل هذا العالم حلوية طاوة ثمن ديح إنه غذاء طبث الدم تخطف البريء أنا لك بالنفع إذا أخني قراك العاشق عالم حلوية لا الثمن بمعنى عاشق ضد كيم المار وهذه للخ خلمة مستحيل التحقيق أبدا خواقع نلكوث دالها يبد عاشق لمنها جو أن خايدينا وبعدين أكيد تكملت جو خايف هذه معنى الثلاثة لقط لطف بشكل عام مجال تأسينا فقط